في قصور هذه العائلة لا مكان للأعذار ولا للتسامح، وبها رأيت بأم عيني كيف يمكن للحظة غضب تصدر من أي فرد من العائلة أن تؤدي إلى تدمير حياة بشر وتزهق أرواح أبرياء. هذا ما قاله طبيب صدام حسين وهو يكشف سر أيامه الأخيرة بقصر الرئاسة وتفاصيل الطلب الأخير من سيدات القصر وكيف فر الطبيب خارج القصر قبل سقوط بغداد. كل هذا نقصه عليكم في هذا التقرير. يحكي طبيب صدام حسين الخاص الدكتور علاء بشير كواليس الأيام الأخيرة داخل قصر العائلة، فيقول أنه حين كانت المواجهة مع القوات الأمريكية تقترب من الأبواب كان أفراد عائلة صدام منشغلين بإجراء عمليات تجميل لوجوههم. ويكمل أنه قبل أيام معدودة من بدء الهجوم على بغداد وسقوط أولى المقذوفات فوقها، كانت نساء العائلة يطلبن مني الواحدة تلو الأخرى إجراء عمليات تصغير أنوفهم، فيما كان صدام نفسه منشغلا بالكامل بكتابة روايته الأخيرة التي أرسل مسودتها إلى وزير الثقافة لمراجعتها، حسب ما قاله بشير في مذكراته الشخصية. طبيب صدام الخاص يقول بشير أنه فقد حريته الشخصية تماما بعد تعيينه طبيبا في عيادة صدام، فقد كان مراقبا طيلة الوقت من قبل رجال المخابرات ومكالماته الهاتفية كانت تسجل كلها، وكان عليه الحضور في أي لحظة يطلبونه فيها من دون تردد. بين ربيع وشتاء 2003 شعر الجميع أن مواجهة عسكرية جديدة مقبلة من دون أدنى شك، ولكن ردود فعل عائلة صدام عليها كانت غريبة، لقد كانت تتصرف بطريقتها الخاصة. يقول بشير أنه في العاشر من فبراير وفيما كان مفتش الأمم المتحدة في بحث محموم عن معدات الدمار الشامل والولايات المتحدة وبريطانيا تعدان العدة لبدء هجومها على العراق، تم استدعائه للحضور على الفور إلى بيت قصي نجل الرئيس صدام، وطلب منه إجراء عملية تجميل لابنته التي تبلغ 15 من عمرها، وقال له قصي أنها غير مرتاحة من شكل أنفها. بعدها مباشرة طلبت رغد بنت صدام إجراء عملية مشابهة، ثم تقدمت حماة قصي بالطلب نفسه. وقبل أسبوع واحد من بدء الهجوم الأخير أجريت الفحوصات والترتيبات النهائية للثلاثة، وأثناء حضوره إلى بيت قصي لاحظ أن ثريات الكريستال الثمينة وأطقم الأثاث الإيطالي الفاخر قد اختفت تماما وبدأ البيت فارغا على نحو ما. يسرد طبيب صدام قصة إنهاء حياة وزير الصحة السابق رياض إبراهيم كمثال على قساوة صدام وعدم تسامحه مع أي إنسان في ساعات غضبه، فالويل لمن يخالفه الرأي أو يرفض له طلباً، فلا شفيع عنده ولا اعتبار لأي مركز حزبي أو مرتبة عسكرية. وقرار إنهاء حياة وزير الصحة والذي كان رفيقه السابق جاء فقط لأن الأخير رفض توقيع شهادة مزورة طلبتها الجهات العليا منه، وبحكم عمله يسجل الدكتور علاء شهادات على ظلم النظام وبوليسيته، وكيف أنه خسر زميلين له بسبب مزحة بريئة، فقد كان في سهرة ليلية جمعتهما مع أصدقاء مقربين لهما مزحوا وقالوا فيها نكاتا كان من بينها واحدة حول القوانين التي اتخذها النظام لمكافحة وباء معين، ولم يخطر ببالهم أن أحد جلسائهم كان مرتبطا بجهاز المخابرات، وكان طيلة السهرة يسجل ويصور أحاديثهم في كاميرا فيديو أخفاها عن أعينهم. وبعد لحظات من مشاهدة صدام للشريط أمر على الفور بإنهاء حياة الطبيبين.